السلام عليكم، لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نبارطاجي معكم طريقتي في تحضير البيتزا. العجين اللي كندير اللي فرونشمون كيجي غزال، كيجي هش ورقيق، وحتى لاباط ديالو كتجي فين. المهم هنا خليت لكم المقادير باللغه الفرنسيه بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش العربيه، وغير جربوا هذا العجين راه كيجي رائع. كما ديك النهار بارطاجيت معكم لاصوص وكتجي غزاله، حتى هذا العجين كيجي زوين. واجيو تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجو 3 ديال الكيسان ديال الطحين الفورس، الطحين الابيض. ديجا انا راه درت جوج هنايا، هذا هو الثالث. كاس ديال الفينو، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين ديال الخبز، معلقه ديال الزعتر، كنستعمل الزعتر، ومعلقه صغيره ديال السنيده، ثلاثة ديال الفرماجات، سوا هاد الكاري سوا المثلث اللي كاين، قبيصة ديال الابزار، شوية ديال الثومة بودرة، والملح على حسب الذوق، واحد معلقة صغيرة ديال الخمارة ديال الحلوة، معلقة صغيرة. أنا هنا ديجا واخدة من عندي معلقة صغيرة هنا فيها. كاس لا ربع ديال زيت الزيتون، كاس لا ربع، والماء دافي للعجين. المهم على بركه الله، بسم الله نكملو. ما كما قلت لكم هنا جوج كيسان، هذا هو الثالث. ونزيدو الكاس ديال الفينو، ونزيدو سنيده، ونزيدو عليها ديك الخمارة، كما قلت لكم هنايا راه بقى عندي غير قياس معلقة صغيرة، راه ديجا واحدة فيه. الزعتر نشطو، هاكا نحكو بين يدينا. هذا الزعتر هو اللي كيجي فيها واحد البنه زوينه، فرونشمون هاد لاباط كتجي غزاله، هانتوما غتشوفوا ان شاء الله. هاكا تندير كلها الكميه، قياسنا ديال الملح، هانتوما بودرة ثانيه كتعطي فيها واحد البنه زوين حتى هي، هادشي جات نص معلقة صغيرة هكا، والإبزار واحد شوية. كاين اللي كيبغي يحك فيها البوزة، هداك شي اختياري، تنسال اختياري. دابا غادي نعبرو كاس لاروب ديالنا ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون هذا هو السر، تا هو زيت الزيتون والزعتر هما اللي كيعطيوها واحد مذاق زوين. او نلوحو ليها هاد الفرميجات، وما غاديش نكبو دابا الماء مباشرة، تا غادي نخلطو مزيان هاد العناصر، تا نلبسو مزيان الطحين بهذا الفرماج والزيت، زيت الزيتون، عاد نبداو نزيدو الماء تدريجيا. دابا غادي نلبسهم بعدا، اول حاجه هو هاد العناصر مخلطه، انا غادي نديرها في الخلاط. المهم هنايا درناها كتعجن في الاول بوحديتها، تترملات مزيان، دخل داك الفرماج مع ديك الزيت، عاد زدنا عليه الماء تدريجيا، تحصلنا على العجين بحال هكا، يعني يكون قوامها غير متماسك، ما تكون رطبه، ما هيش قاصحه، ما هي جاريه، القوام ديالها يكون بحال هذا الشكل هذا. انا غنوريها لكم شي بحال هكا، تكون غاده الرطوبيه اكثر من القصوحيه، يعني تكون رطوبيه. نشدوها نغطيوها بواحد البلاستيك غذائي ونخليوها على جانب. دابا نمشيو نصايبوا الحشو ونطيبو بالزيت البلديه. غنديرو في الاول كنقطعو قطعة شرائح ديال الفلفل الخضراء والفلفل الحمراء، والبصله قطعتها حتى هي شرائح بحال هكا. نطيب الفلفل البصله هي الاولى، كنحاول هكا كنحلها،
صافي نقليها مزيان، نزيد عليها غير مليحه والبزار، كلشي غادي نطيبو غير مليحه وبزار. صافي نديها هكا ونجيبها مع الزويته البلديه ونغطيها باش تهبط لينا، باش تهبط لينا البصله، راه دغيا دغيا كيتشحروا لنا الخضره. صافي نغطيها بحال هكا ونخلي واحد شويه، ها هي هبطات لينا. ان فوت هبط هكا البصله نحيدوها، نحيدوها نحطوها على جانب هكا ونقليو عاوتاني دابا الفلفله ديالنا، نزيدو شويه ديال الزيت البلديه، زيت الزيتون صافي. ودابا غادي نلوحو الفلفله الحمراء والخضراء، نلوحوهم في نفس الوقت لان طيابهم بحال بحال. تا هما نزيد عليهم شويه ديال الابزار وشويه ديال المليحه، من الاحسن نطيبو كلشي ديالنا بالملحه والبزار باش البيتزا تجي واحد المذاق ديالها زوين. راه دغيا دغيا كتهبط الخضره، ان فوا كنغطيو عليها دغيا دغيا كتهبط. تا هو عاوتاني نحطو الفلفله على جانب ثاني. دابا شديت الطوماط سوغيس قطعتها على جوج، بالنسبه للحشو راه اختياري، كل واحد شنو بغا يدير. تا هي نسمها شويه بالمليحه وبزار، غير هكا تاهي تهبط باش ان فوا كندخلو البيتزا دغيا لاباط كطيب، لان فينا رقيقه دغيا كطيب، يعني راه كلشي الخضره ديالنا راها طايبه. ودابا هنايا قليت شويه ديال المركز اللي قطعته شرائح صغيره، هو ما كنزيدوش ليه الزيت، ما كنزيدوش ليه العطريه لانه هو كيطلق الزيت. فهاد الاثناء انا راه خديت العجين ديالي، راها طلقات لينا وطرخات. خوشمو هاد العجينه جربوها راه كتجي غزاله، كنديها ونجيبها هكا غير شويه باليد، نديها غير شويه ونجيبها، راه كتكون مطلوقه منين كنخليوها وكنحضروا الحشو ديالنا راه كتكون مطلوقه. صافي دابا نشكلها كويرات، غنستعين بالسميد الرقيق الفينو هو اللي غنستعين في التكراس. ها هي المركز ديالي طاب، شتي الزيت اللي كيطلق، داكشي علاش ما كنزيد ليه لا زيت لا والو، حتى هو غادي نحيدو. صافي دابا غادي نقرص العجينه ديالي، نستعن بالدلاك وشويه، كل مره نرش شويه سميد، غير شويه شويه السميده، من الفين نرشو غير شويه، راه ما كتلصقش يعني، غير شويه باش دغيا نساعدو في العمليه ديال اطلاق ديال لاباط. شي السمك ديالها كي داير، انا هنا كنقطعها بديال القرعه، بلغشات القرعه قطعتها دوائر صغيره. ها السمك ديالها صافي، ونحطها في واحد الصينيه اللي ديجا دايره ليها بابي كويسون، نحطهم فيها. المهم نقطع كلهم لي ميني بيتزا ديالي، انا درت هنا نص ميني بيتزا وواحد بيتزا كبيره. المهم حتى شكلت كل التشكيله، دابا غادي نصايب البيتزا الكبيره. رانا جمعت داك الشائط اللي بقى ديال العجينه منين كنقطعو، كيبقى لنا واحد الشيط جمعته كامل ودرته في هاد مع هاد العجينه هادي اللي غنصايب بها البيتزا الكبيره. لاحظتوا في هاد الاثناء رانا ما كنزيدش بزاف السميده، لان صافي العجينه ديالي راه ما كتلصقش، الا شفتوا العجينه ما كتلصقش ما تزيدوا السميده باش بلا ما نقصحوا لاباط. نحاولوا بانها تكون متساويه، يعني نقادوا التكريصه ونحاولوا بان نجيبوا الذره مزيانه، السيركل ديالنا يكون مقاد. صافي كنشوف واش راها قد الصينيه، ها هو السمك ديالي اللي درت. فريمون ديروها فين تكون هكا فين كتجي لاباط زوينه ملي كتكون رقيقه. ابري على حساب كاين اللي كيبغي بيتزا يكون لاباط ديالها غليظه،
داك اختياري، مي انا كنفضلها تكون رقيقه. صافي كنقاد كلها لاباط على المول الزوين. هاد المولا بيتزا كطيب فيه البيتزا غزاله، ونشدها نتقبها كلشي بالفرشيط باش ما تنفخش لينا لاباط. وهنايا راه كندهنها بلاصوص ديال البيتزا، لاصوص طوماط اللي انا شاركتو معاكم، اللي ديجا راه محطوط في القناه ديالي، راه نخلي لكم الرابط في صندوق الوصل. لي لاصوص كتجي فرانشمون كتجي غزاله وبنه زوينه، جربوا وردوا عليا الخبار. صافي كنعمرها مزيان لاصوص حيت كتعجبني تكون معمره على البيتزا. صافي وكنزيد عليها هنايا كنحد داك البصله اللي شحرت. كتجي البصله هكا احسن ما ديرها خضره، يعني كتجي هكا البصله كتطلق حتى ديك البنه ديال التحمير كي محمره هكا في الزيت مع الابزار والملحه، كتجي بنه كتعطي بنه زوينه للبيتزا. صافي ونزيد هنا الفلفله، نزوق بالفلفله. صافي ونرش على هنايا الطون. هاد البيتزا الكبيره درتها بالطون حيت الدراري كتعجبهم بزاف البيتزا ديال الطون. صافي ندردر كل الطون عليها. وهنا زدت لها شويه ديال شرائح ديال السوريمي. دي بتي مورسو هكا قطعتهم، وعاوتاني غنزوقها بالطوماط سوغيز اللي انا شحرتها في الاول. يعني الزواق راه كيبقى اختياري، باش كنصايبو كيبقى اختياري. وهنا نقطع شويه ديال موتزاريلا، فرماج موتزاريلا نقطع هنا شويه. صافي دابا كنصايب لي ميني بيتزا الفران، لان كندخلها انا للفران طيب شويه بلا فرماج، عاد ملي كنخرجها كنزيد لها الفرماج. رانا حتى بديت كنحط في لاصوص طوماط، عاد فكرت ما تقبتش لاباط وانا كنتقب بديوش عليا صايمه ولا بدا ننسى. المهم هكا كنتقبو كامله لاباط باش ما تنفخش لينا، عاد نديرو لاصوص. جاب الله استعقلت مازال ما كملتش. صافي هكا ندهنو عاوتاني تا هما، ندهنو ليهم كلهم لاصوص ونزوقوهم نعمروهم باش ما بغينا. يعني راه كما قلت لكم الحشو اختيار، عطى الله ما نديرو، كاينين بالكفته كاين عطى الله ما نديرو. انا هدا كلهم غادي ندير لهم البصله، من بعد لاصوص ندير لهم البصله حيت البصله كتزيد بنه للبيتزا. وغادي ندير عاوتاني الفلفله، صافي هنايا شي وحدين غادي ندير لهم المرقاس هكا بدوك شرائح صغارين ديال المرقاس. وها البيتزا دابا زدت ليها الزيتون، قبيله نسيتو انا كنسى، دابا دخلتها للفران زدت ليها الزيتون ودخلتها للفران. وهادو الاخرين درت لهم الطون،
ودرت لهم شويه ديال السيرومي باش حتى ملي كتحطي واحد الطبق كتحطيه متنوع، يعني ملي كنوعوا فيها الحشو داكشي راه عارفين حنا كناكلو بالعين، يعني كنعجبو ملي الحاجه تكون بزاف في الشكل. انا بعدا هكا كتعجبني تكون الطابله منوعه. والاخرين كسافيت باني ندير لهم البصله والفلفله وزدت لهم طوماط سوغيس، صافي ما زدت لهم حتى حاجه اخرى، يعني دات ربعه غير بالخضر وربعه فيهم الطون وربعه فيهم المرقاز، وهادو اللي فيهم غير الخضر زدت لهم مرصويات ديال موتزاريلا. طيب كنزوقهم بالزيت والكحل. والاخرين زدت لهم حتى الزيت الاخضر كنزوقهم به كما قلت لكم الزواق ديالي. هيا انفو هير شت لاباط شدات في راسها كنخرجها وعاد كندردر عليها الفخماج فخوماج. صافي هكا كنرش على هنا، درت على الفخوماج غابي، ما عنديش فخوماج موزاريلا هو اللي كيجيها زوين وهو اللي كيدير لها ديك التعليكه. رانا درت لها غير الفخوماج غابي وزدت لها الفخوماج هذا اللي كيديروا في لي بات، اللي كيدير ديك التعليكه في لي بات هو اللي زدتو ليها، داك الفخوماج بودره هو اللي زدتو ليها، اما هي سرها موزاريلا. وهنايا شديتها دردرت لها الزعتر. صافي انا خرجتها راها طابت، غنحطها في صحن التقديم. شتي الكيكه تجي كتجي زوينه، لاباط ديالها كتكون طايبه مزيان. وهالي ميني بيتزا حتى هما خرجتهم طابو. ايوا صافي انا وجدت وعمرت مع واحد براتاتاي، حيت انا براتاتاي ولا بدا. والبيتزا سرها مع اتاي، انا كتعجبني مع اتاي، انا غادي نقطعها معاكم. فرانشمون الا جربتوها ما تندموش على هاد لاباط، شتي كي كتجي كتجي خفيفه ورقيقه حتى البنه بنينه. داك الزعتر ملي كنديروا نسموها بالزعتر ونسموها بالثومه وداكشي كتعطي واحد البنه غزاله. ايوا نخلف كاسي تاتاي، ها هو برزتو. المهم نتمنى باش هاد الوصفه هادي تعجبكم وتجربوها. راه كاع لي غوسيت اللي كنديرهم، يعني دي غوسيت اللي مجربين اللي انا كندير اللي ناجحين 100%، ما كندير شي حاجه. المهم جربوا نتوما تحكموا. والى عجبتكم ما تنساوش تدعموني بلي لايك، واللي ما تابوناش يتابونا وبارطاجيو ماكسيموم الله يرضي عليكم. بارطاجيو بارطاجيو، يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. باي باي.